Jadi kalau lebih dari itu bau, lebih bau pasti. Ini paling bagus cuma 4. Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah نلتقي في محاضرتنا محاضرة مقدمة صالح الجزائرية صالح مقدمة الجزائرية. فوصلنا في الماضي إلى باب المقطوع والموصول بحثنا قليلا لكن كما عادة نستمع لحفظ المتن أولا المتن باب المقطوع والموصول باب المقطوع والموصول لا الباب الرسم طبعا الباب الرسم على ماذا لو علاقة بكتابة المصحف وبوقف اختباري هذا علاقة بكيفية القراءة لكن في الوقف اختباري أو لكتابة المصحف. طيب فضل اقرأ سألنا المقطوع والموصول وعرف لمقطوع وموصول بها في المصحف الإمام فيما قرأتا فقط بأسر كلمات ألا مع من جاء ولا إله إلا وتأخذ ياسين تاني هدلا يسركنا تسرك يدخل على الا يقول لا اقول اما بالرعد والمفتوحس واما نوه قطع مما ملك روم النساء خلف المنافقين عمن أسس فصلت النساء وذبح حيثما وألا من مفتوح كسر إنما وألا من مفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يجعلنا وخلف الأنفال ونحرم وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصف فعلنا وقعت روم كلا تنزيل سعراء وغيرها صلة فأينما كان نحن سلوى مختلف في السعراء في الشعراء
الشعر الأحزاب في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإلا الهدى ألا نجعل نجمع نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج حج عليك حرج وقطعهم وقطعهم أمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء فحين في الإمام سلوى فخم سلوى وهلا فحين في الإمام سلوى وهلا ووزنوهم وكانوهم ووزنوهم وكانوهم سلسلي كذا من الويا وهلا تفصيلي أي لا باب المقطوع والموصول وعليك المقطوع والموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا ما المعنى جاء ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلن تعلم على ألا يقول لا أقول إما بالضعن والمفتوح صل وعما لقطع مما ملكه من نساء خلف المنافقين أمن أسس فصلت النساء وذبح حيثما وألا بالمفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحن وقعا وقل لما سألتموه واختلف قضوا كذا قل بئس ما والوصف صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفلت مشتهت يبلو معا ثاني فعن وقعت رموكلا تنزين شعراء وضيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والأحزاب في الشعراء الأحزاب والنساء صل فإن لم وصل فإن لم هدى وصل فإن لم هدى ألا نجعل نجمع كيدهم نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حرج حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صلوى ومهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وهذا تفصيلي. طيب هذا أطول باب في مقدمة الجزرية لكن البحث هذا قصير أنا هذا يتعلق بالأماكن فقط بالأماكن هذا مقطوع الموصول في المصحف. طيب نستمر في الشرح في الكتاب. طيب بدأنا من بعث كلمة أن لا طبعا أن لا هذا بعثنا ثم مع نظر إلى المتن يعني المتن حتى نتابع المتن وهذا فقط بعشر كلمات ألا مع الجاء ولا إلى هذا أماكن تعبد ياسين ثاني فعلنا هودا لا يشركنا تسقلا تعلو على إما إما في المتن الرعدي ما هي كلمة
imma birra'di wala bisarah qata qata kalimati in an ma ya thumma qala an-nadhim rahimahullah imma birra'di fatakallama ala harfin qur'aniyin jadidin wa lam yadhkur fihi amran jadida amr hada ataf ila faqta bil qata aw wasl fayakunu ma'na dhalika anna al kalam a'id ala al amr al sabiq bil qata wa huwa faqta bi asli kalimat karena faqta ay in anna al amr faqad yadhkur hada imma la yadhkur ma'na al amr jazari idan al amr ta'ud ila al awal faqta فقط عصري فيكون موضع الرعد لقد كلمة إن عن ما في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذين عيدهم آية 40 كلمة في الرعد فقط واحد فقط إن ماذا بالقطع مع ما إن عن ما Alim Zari imma birra'd. Sama la undur ila al-matan ya wal maftuha sil. Ah itu kalimat wal maftuha sil. Ya, ai maftuh fil hamzah imma ai maftuh makna amma. Ya. Nah itu kalimat imma birra'd wal maftuha sil. Ya. Imma birra'd faqat. Sama wal maftuha ai الهمزة المفتوحة يا فمعنى أما وصل كلماتي كلمتي أن أم المفتوحة مع ما ثم أمر الناظم رحمه الله بوصل كلمتي أما الهمزة وتشديد الميم والمراد بها المركبة من أم وما الاسمية أمر بوصلها بقوله والمفتوح الصيل أي ومفتوح الهمزة المفتوح الهمزة صيل لا أما طبعا هذا أضف إلى إما ثم والمفتوح الهمزة معناها كذا إما بالرعد الأمر إلى فقط ثم ومفتوع الأمزة أي أمزة في كلمة أما طبعا صل هكذا المعنى مثل قوله تعالى أما اشتملت عليه أرحم أي كل كلمة أما في المصحف هذا بموصول وهي موصولة دائما كما قال هنا مفتوح الحمزة وهي معنى قوله المفتوح وهي موصولة دائما أما في مثل قوله تعالى أيضا وأما إن كان من أصحاب اليمين إذن كلمة أما دائما موصولة أما إما مقطوعة ماذا في الرعد فقط إما وما عدا ذلك فموصولة هذا بمعنى هكذا يا المقطوع في كلمة إما فقط في صورة الرعد وإما نرينك بعض الذين عدهم إلى آخر الآية وسوى ذلك ماذا موصولة إما شاكرا وإما كفر هكذا موصولة ثم كلمة وعما هذه كلمة وعما نقطع مما ملك روم النساء أو مما بروم والنساء هذا مواضع المتن لغدو إلى المتن أولا وعما نقطع مما ملك روم النساء فقطع كلمة ثم انظر إلى الشرح قطع كلمة عن
عن ما. فبعد ذلك أمر الناظم رحمه الله بقطع كلمة عن عما بقوله وعما انقطعوا أي اقطعوا عن ما أي انقطعوا في قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا خاسئين مثل الأعراف فما قال الناظم انقطعوا مما رموا والنساء أو مما ملك رمي النساء هذا واحد فقط يا طبعا كلمة عما نوه اقطعوا أي موضع واحد في سورة الأعراف يا فلما عتوا عما نوه عنه إشارة كلمة وعما نوه اقطعوا نوه هذا إشارة إلى سورة الأعراف ثم مما ثم lah itu besar di matan mimma malak rumin nisa mimma hey cuma untuk ilah syarah sahaja Allah tiba dah kata kalimah kata kalimah min an ma amalan nabi Muhammad kata kalimah min an ma التي في الموضعين التاليين الأول بإشارة مما ملك رومي كلمة هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء هنا ثم ثاني هنا في النساء فمما ملكت أيمانكم من ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ثم قال خلف المنافقين أي واختلف بين القطع والوصل في قول تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت في سورة المنافق بمعنى أنها رسمت في بعض المصاحف مقطوعة وفي بعض المصاحف وقولها موصولة لكن انظروا المكتوب في المصحف المدينة طبعا هذا مقطوع مقطوع هذا الأمثلة في الشرح في الشرح عندما قال هنا واختلف بين القطع والوصل هكذا هذا في قال تعالوا أنفقوا مما لكن هذا المثال هذا بالقطع إذن هذا بالقطع هذا الكتاب هذا لما يذكر الخلاف ثم انظر أين الراجح الذي مكتوب في هذا الكتاب لأن هذا طبعا نقل من مصحف هذا أمثلة الآية أمثلة الآية هذا نقل من منقولة من المصحف مباشرة فإذا المكتوب في المصحف هكذا مقطوع لأن المثال هنا مقطوع هذا الكتاب يا ولا لكن في بعض المصحف هذا بموصول في بعضها موصولة ثم ملحوظات لقد وردت كلمة مما في سورة النساء في 14 موضعا كلها موصولة إلا موضعا واحدا وهو قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم وجاءت في سورة الروم في موضعين هما وعمروها أكثر مما عمروها وهل لكم مما ملكت أيمانكم المقطوع فيهما هو الثاني ولما كانت كلمة ملكت اشترك بين السورتين وقد عدل الناظم الجزري رحم الله هذا الشطر من الجزرية يسمع أنه قطعوا مما ملك رومي نساء لاحظوا هذا الأول إمام الجزري ماذا أكتب مما برومي والنساء لاحظوا إذا ما وجدنا النصح ماذا بالعبارة
نقطع مما بروم والنساء. هذا أول مرة. ثم عدل، عدل بمعنى غير بمنزلي. هذا المنزلي نفسه الذي يغير ماذا عبارة، لأن ماذا في صوت النساء هذا كلمة مما هذا يوجد يعني توجد في 14 موضعا، وفي الروم هذا موضعين موضعين، فيحتاج إلى تقييد طبعا، فيحتاج إلى تقييد، هذا harus diikat، harus ada ada apa penjelasnya yang mana dari di surat An-Nisa min arba'ati mawdi'in aina alladhi maktuba bi al-maqtu' wa fi ar-rum wa surat ar-rum min mawdi'aini aina al-maqtu' hakada fa qayyada al-jazari bi kalimah malak ya kana malak ay alladhi yuzkar kalimah malak fa bin nisa fa mimma malakat aymanukum min fadhalatil mu'minat بالروم هل لكم مما ملكت أيمانكم؟ هي استرقى في كلمة ملك ملكت هكذا. الأول طبعا أول مرة هذا مما بروم والنساء، ثم غير من الجزري رحمه الله لكي يكون تقييدا في الموضع، فغير المتن بنقطعوا مما ملك روم النساء. بعد في فلذلك في بعض نسخ هذا بعض المتن يذكر بمما مما بروم والنساء، كما قال هنا نقطع مما بروم والنساء، هذا طبعا قبل تغيير. فالمعتمد طبعا الأخير عندما في الأصول على الناسخ والمنسوخ، فهو طبعا الناسخ طبعا الأخير والمنسوخ القديم، الأول والمنسوخ. لكن هذا إلى الآن ما زال ماذا يستعمل كلمة مما في روم والنساء، لكن هذا كما قال هنا كلمة مما في سورة النساء ماذا 14 موضعا كلها موصولة إلا موضع واحد في كلمة في آية فمما ملكت أيمانكم، وفي سورة الروم موضعين كلمة وعمروا أكثر مما عمروها ثم هل لكم مما ملكت أيمانكم. إذن يحدث إلى تقييد فقيد من الجزري رحمه الله بكلمة ملك، يعني مما ملك أي كلا الآيتين يوجد كلمة ملك الذي تكتب ب مقطوع. طيب هذا ثم كلمة جديدة أمن أسس، أمن لاحظوا في المتن أسس فصلت النساء وذبحن وذبحن، هي كلمة إلى كلمة وذبحن، هذا مواضع طبعا مواضع أمن بالمقطوع. ثم انظر بالشرح قطع كلمة أم أمن أمن هكذا، وما زال الأمر بالقطع بين كلمة أم وكلمة من مأخوذا به في مواضع التالية. الأول أشار المجزري بكلمة أسس، فهذا هذا إشارة إلى سورة التوبة، لأن هذا كلمة أسس ماذا توجد في سورة التوبة فقط، وفي آية أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، بمعنى إذن التقييد هو كلمة أسس. ثم فصلت في سورة الفصلات أمن يأتي آمنا يوم القيامة، الفصلات
kama qala al-Jazari an-nisa an-nisa sura nisa amman yakunu alayhim wakila thumma adh-dhibh adh-dhibh ma'na sura as-safa yani qisat adh-dhibh hadhib Ismail alayhi salam hada faqat fi surati as-safa fa'asara bi kalima wa dhibhim ya dhibh ay as-safa ya yani qisat adh-dhibh hada faqat fi surati as-safa wa yabi aya a'um ashaddu khalqan amman khalaqna hada fi al-awwal ya الصفاح ayat 10 ada tasam ya wa ma 'ala dhalika fa huwa mawsul ay kalimat amman ala kathir ya ayat al maqtu faqat fi arba'ati mawadi' ya bisal taubah amman asasa bunan 'ala shafa rajul min alin thumma amman ya'ti aminan yawm al qiyamah thumma amman yakunu 'alim wakila wa anhum ashaddu khalqan amman khalaqna هذا أشار إلى بذبح ذبح هذا الأقصد هذا ذبح قبل سد الصافة هنا أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام في المنام يذبح هذا ابنه ولو نأذ ذبح ثم كلمة جديدة حيثما حيثما قطع كلمة أو حيث عما ولا يزال الأمر بقطع متصلا بقوله تعالى وحيثما أي اقطع وحيث عما حيث وقع هذا في المد لا يذكر الماضي بمعنى حيثما كلها مقطوعة يعني حيث وقعت بالقرآن الكريم لأنه لم يحدد الله محدد موضعها وقد وقعت في موضعين في سورة البقرة وما قال تعالى وحيثما كنتم ولوا وجوهكم شطرا حيثما فقط موضعين في القرآن إلى مفسد البقرة على القبلة إذا نستان فقط حيثما في القرآن إلى مفسد البقرة حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطرا ثم انظروا إلى المتن يا كلمة وألم المفتوحة كلمة وألم المفتوحة يا ولق قطع كلمة أن المفتوحة عن لم وأيضا اقطع أن المفتوحة الهمزة عن لم في قوله تعالى أرى حسب أن لم يره أحد فقط واحد لأن في المتن لا يذكر الموضع لأن واحد فقط في سورة البلد وأن لم ثم قال كسر إنما إنما هذا الموضع العام ثم المفتوحة هذا كلمة جديدة أما بعدين هذا كسر إنما ولا قد كلمة إن المكسورة عن ما وكذلك أمر بقطع أي إن المنصورة عن ما التي في سورة الأنعام إنما توعدون الآت وقد جاءت إنما في سورة الأنعام في ستة مواضع كلها موصولة إلا موضعا واحدا هو إنما توعدون الآت فكان على الناظم أن يقيدها به ليخرج ما عداه لكن ليس تقييد مع أن في سورة الأنعام هناك ستة مواضع كلمة إما كل موصولة إلا في آية إنما توعدنا آت لكن لسا فقال ماذا المؤلف هنا فعلى الناظم أن يقيدها لتتطني آية
seharusnya ditakdir. Jadi nah, ya. Ayo jalan. Nah, teman, al-matab. Ada masanya ulama'una, ulama'ina, al-qudama'ana, ada mada yakur mada nazariyah bikhtisar, al-matab, maura syuruh. Amal'an, amada yaktu qawilan, tumma'una kata al-khis. Ada bikhilafi ulama' mada al-qudama' ada matan al-ikhtisar, lakin ثم بعد ذلك العلماء ماذا يشرحون الشروح كثيرة يوم نأخذ طويلا لكن نأخذ ترخيص ini ulama dulu jadi terlalu padat ya sehingga yang bisa disarah kalau sekarang bisa ditalkhis ringkas karena lebih banyak retorikanya. Jadi ibaratnya kalau istilah sekarang itu isinya isi semua. Sering mengatakan istilahnya daging semua. Sehingga nggak bisa ditalkis yang ada di syarah. Baik. Wa hadha min ayadhan min masaya ma'ala bil manzumah. Ada يبين ماذا الأحكام من أحكام تجويد أحكام تجويد أحكام وهناك في الحديث أيضا وفي التوحيد بالمنظومة بالنظم طبعا هذا طبعا صعب يعني على هذا قواعد فقهية قواعد النحوية هكذا النحو بالنظم أيضا وهذا ما يسمى بسمى اليوم هذا quantum learning هذا quantum learning فقد فعل علماء السلف قال ابن هذا ماذا طريقة جديدة هكذا معنا العلماء أنا منذ قديم هذا فعل هذا يسمى quantum learning هذا يسمى quantum learning هذا طبعا نعم هذا اذا هذا ماذا قد قال علماؤنا ماذا السلف ماذا هكذا هذا ما سمع الدع ماذا اليوم ناس يدعون ان الكوانتم ليرنينج هذا طريقه جديده هذا يوجد يقول في علوم الاسلاميه في الفقه وفي بالمنظومه التجويد نحو هذا ما يسمى اليوم هذا quantum learning di mempelajari sesuatu dengan kemudian dibuat apa rangkaian ya kalau sekarang ada metode dirangkai kata gitu ya mengapakan rumus gitu sudah mudah ingat gitu namanya quantum learning gitu atau ada yang dibuat lagu misalnya gitu ya itu yang dinamakan quantum learning jadi menghafalkan apa nama-nama tapi dibuat lagu misalnya nama-nama apa orang dari ada kemudian dibuat lagu dan sebagainya ada mulai sama quantum learning aliau dan tidak ada lagi wah ini metode modern dan sebagainya padahal lama kita dulu sudah melakukan semua sama quantum learning kan manzumah ada itu dari metode benau ya di أيضاً من الألفية من ذلك مريتي وغد ذلك ومنظومة طيب نعود إلى هذا ثم قال ما هو المفتوحة والمفتوحة يدعون ما هي مفتوح في أما أن قط كلمة وأنما لإنما ثم أنما قط كلمة وأنما المفتوحة عن ما ثم قال رحمه الله والمفتوحة يدعون مع أي اقطع كلمة وأن مفتوحة الهمزة عن ما معا في موضعين وما
awal di surat al-hajj wa annama yad'una min dunihi wal batil. Tani di surat al-luqman wa annama yad'una min dunihi al batil bidun huwa. Hadha al farq bain ayataini. Annama yad'una min dunihi huwa al batil ma wa annama yad'una min dunihi al batil. والاخير سواء وان الله هو العلي الكبير يعني قال من وانما المفتوحه يدعون مع هذا تقييد كلمه يدعون مع بمعنى هناك موضعين كلاهما مقطوع وضع هذا كلمه يدعون مع موضعين بصدر الحق واللقمان وكلاهما مقطوع ثم وقت الملا وخلف الانفال والخلف وخلف الانفال ونحل وقع اي وقع الخلاف في كلمات ملا انما في سورة الانفال والنحل ولهنا وقد اختلف في موضعين هما الأول موضع الأنفال في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء رمزة من أنما والأشر والوصل وعليه العمل كما هو المكتوب طبعا الموضوع الموصول أنما أما موضع الثاني وهو موضع النحل في قوله تعالى إنما عند الله هو خير لكم بكسر الهمزة منها فذكر الناظم لهما ملبس المن بأن كلمة أنما جاءت في الأنفال في موضعين وكلمة إنما جاءت في النحل في عشر مواضع فتقدم بيان الموضعين المرادين في النحل هذا المختلف هذا في كلمة إنما ليس أنما أنا وقال هذا ملبس أنا كلمة أنما جاءت في موضعين كلمة إنما جاءت في العصر عصر المواضع طيب ثم وقال الناظم ونحل راجع إلى إنما بكسر الهمزة وخلف الأنفال هذا راجع إلى أنما ونحل هذا راجع إلى أنما أو إنما بكسر الهمزة لأنه ذكر خلاف الحرفين معا كما أنه ذكر قطعهما معا طيب ثم مثلا بعده وكل ما سألتموه كلمة كل ما ثم الموضع سألتموه أعطاكم من كل ما سألتموه وقلف ردوا في آخره انظر الأشرة كلمة كل عن ما وقد أمر الناظم بقطع كل عن ما في قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه أعتقد واضح يا وكل ما سألتموه واحد فقط في سورة إبراهيم طبعا في القرآن وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ثم واختلف بين القطع والوصل في أربعة واضع هنا أشار إشارة قال تعالى كلما ردوا كلما ردوا هذا إشارة إلى الفتنة وركسوا فيها طبعا المكتوب هذا مقطوع هذا مكتوب هنا ثم قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها وقال تعالى كلما هذا موصول ثم كلما جاء أمة الرسول كذبوا مقطوع
wa ta'ala kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha mawsul. Fanaqal nazim al-maqtu' wa dhakara al-mukhtalaf fihi wa ma hada wa ma fa huwa mawsul. Alim ada ruddu kada qul ada sama bi sama ada kalimat jadidah. Ada lah itu al qaidah huna ya da kalau maqtu ya fi surat Ibrahim fi ayat wa ataakum min kulli ma saltumu thumma da kalau mukhtalaf fi arba'at mawadhi' kullama ruddu ila fitnati al-sufiya fi an-nisa kama qala ta'ala kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha araf qala ta'ala kullama ja'a ummatur rasul wa kana nabu al-mu'minun ورابع كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها وصلت المر ومع ذلك فهو موصولة فهي موصولة طبعاً. ثم قال ما بئس ما والوصل صف ثم تقييدنا خلفتموني واشتروا mana kalimat bisa ma sil kalimat bisa ma'a ma wa aidan ikhtalafa bi qawli ta'ala qul bisa ma ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin amarna adam bil wasl fi mawdi'aini mawdi'aini huna taqyid qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di ada taqyid khalaftumuni bi al-a'rab fama thani kalima washtaraw ay bi al-baqara bi'sa ma ashtaraw bihi anfusahum ay kufar hada bil ma mawsul wa qad dhakara an-nazim al-mukhtalafihi وذكر الموصول فيكون ما عداهما مقطوعا يعني اذا كان ذكر الموصول ناظم الموصول فبمعنى ما عدا ذلك مقطوعا هذا بخلاف اذا ذكر مقطوع فسوى ذلك ماذا موصول اما قل بئس ما يأمركم هذا مختلف هنا مختلف بسال البقرة قل بئس ما يأمركم بإيمانكم لكن المكتوب أداء بالموصول ثم ذكر الموصول سورة الأعراف قل بئس ما خلفتموني من بعدي وفي البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم ومع ذلك فمقطوع طيب ثم كلمة لا يذوب في المتن فيما قطع قالين فيما اقطع اوحي افت مشتهت يبلو معه كثر ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل الشعراء على ثم وغيرها صله هذا مواضع على هنا بصراحه قطع كلمه في عن ما امر الناظم رحمه الله بقطع كلمه في عن ما في المواضع العشرة التالية هذا في المتن كلمة أوحي أولا أوحي هذا إشارة إلى سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلى آخر آية ثم أفضتم إشارة إلى سورة النور لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ثم اشتهت اشتهت إشارة إلى سورة الأنبياء وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ثم كلمات يبلو مع هذا إشارة إلى موضعين طبعا مع
Al-awal di surat Al-Ma'idah, liya balawakum fi ma ataakum fastabiqul khairat. Wa man da'u ath-thani liya balawakum fi ma ataakum inna al-fakasal al-iqab. Ya. Kalimat liya balawakum. Fa isyara una ya balu ma. Kalimat ya balu ada isyara ila mawdhi'aini. Kalimat ma'a ya balu isyara ila mawdhi'. Anna hunaka mawdhi'aini. الأول في المائدة ليبلوكم فيما آتاكم استمروا الخيرات، في الثاني سورة الأنعام ليبلوكم فيما آتاكم إن الآخر آخر الأنعام. ولذلك قال مع أي موضعي المائدة والأنعام كلاهما مقطوع. ثم الخامس فلونا ثاني فعلنا، ها هذا كلمة ثاني فعلنا، فعلنا ب بس النون طبعا بالكلمة، ها هذا في سورة البقرة كلاهما، ها في البقرة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، هذا موضع ثاني، وهو الموضع الثاني حتى يخرج الموضع الأول وهو فإذا بلغنا جلونا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف. هذا واضح في سورة البقرة طبعا، هذا يتعلق عن العدة، عدة متوفى عنها زوجها، فماذا؟ لكن الثاني هذا منسوخ طبعا في الحكم، والذين توفون منكم أيضا أزواجا وصية لأزواجهم متاعا حولي غير إخراج، هذا منسوخ في الأحكام. الأول هذا عدة المتوفى عن زوجها هذا سنة كاملة، ثم نسخ في هذا الأول وإذا والذين توفوا منكم وإذا أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا طيب هذا، لكن في الأحكام الثاني هنا أنا أما في موصول المقطوع في موضوع ثاني، لكن في أحكام الفقه في أحكام الفقه ماذا الثاني هذا منسوخ في الحكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى حولي غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. ألم عمل الاستثناء هنا في كلمة فيما فعلنا، لكن في الحكم هذا منسوخ طبعا منسوخ. عدة المتوفى هذا سنة كاملة هذا منسوخ، فالناسخ هذا الآية التي قبلها والذين توفى منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عدة المتوفى عنها زوجها ماذا أربعة أشهر وعشرة أيام، أيام أطلس كل هاري الدنيا يعني زوجي من يجار أطلس كل هاري هذا. فقالوا هنا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، هذا ما يتعلق بأحكام العدة، لكن من حيث مدة العدة هذا المتوفى عن زوجها ماذا 14 وعشرة أيام هذا المحتمل. أما في الثاني موضع الثاني وصية الأزواج متاعا إلى الحول، الحول من سنة وإخراج إسلام satu tahun itu semua konsekuensi iddah tidak boleh keluar, tidak boleh dilamar sebagainya tetap berjalan. Kemudian dihapus dengan menjadi 4 bulan 10 hari. Lupa mak, lagi nak film mau di mushaf, pak dah lagi an-nuzul lupa mak apa belah. لها النزول طبعا المنسوخ أسبق دائما
خلال نزول الوحي قد يكون أول ما نزل هذا الثاني مثل هذا أو الوحي هذا العلق فهذا جزء ثلاثي لأن النزول لا ماذا لا يتعلق بترتيب ترتيب الآية الآن لا ماذا ليس بحسب ماذا ترتيب الآية لكن حسب ماذا الحدث أو الحاجة أول مرة ربما ثاني هنا موضع ثاني هذا لازم ما هذا الموضع الأول بيان استقاء الحكم الأول نعم توقيفي لأن هنا رواية كلما ماذا أو جبريل عليه السلام إلى رسول الله عليه السلام فأشار أيضا إلى موضع الآية أي مثلا اجعلها فوق آية كذا دائما كذا الآية توقيفي ترتيب الآية هذا توقيفي ف نعم توقيفي توقيفي ترتيب السورة والآية ولذلك من السنة أن نقرأ القرآن حسب ترتيب المصحف هذا ما يترتب عليه قال ابن النووي في كتاب الترتيب في أدب أمر القرآن لأن ترتيب السورة والآية التوقيفي فمن السنة أن نقرأ القرآن حسب ترتيب السورة والآية لا بأس هذا فلذلك قال من السنة إذن إذا ما ليس بالترتيب السورة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في صلاة الليل قرأ بعد الفاتحة البقرة ثم النساء ثم آل عمران هذا رواية صحيحة فلذلك حكم ماذا قراءة ماذا حسب ترتيب السورة هذا سنة أما ترتيب الآية واجب طبعا لا يجوز مثلا نقرأ على آية أول ثم ثالث ثم ثاني لا يجوز لكن سورة يجوز لكن من السنة هذا حسب ترتيب المصحف أنا من السنة أما ترتيب الآية طبعا يجوز أن نخالف هذا هكذا ترتيب الآية أما ترتيب السورة لكن من السنة قال من الأحكام من السنة أن نقرأ حسب ترتيب ماذا المصحف حسب الظروف طبعا إذا ما هذا طبعا هذا يمكن في بسنترين وفي مدرسة أما في المجتمع لا يمكن طبعا هذا ما في المعهد هذا يمكن ماذا فعله كثير هكذا في المعاهد هكذا في صلاة الفريضة هذا يفعل هذا في الصلاة هذا ترتيب وكنت أيضا عندما في الدورة مع يعلم هذا في القرآن هذا كل الركعة هذا في صلاة الفرض نصف الجزء نصف الجزء كل الركعة الركعة هذا نصف الجزء هكذا دائما هذا من ماذا من سورة البقرة إلى سورة الناس الدورة ماذا المهم هكذا الدورة ماذا سهر واحد لكن ربما ماذا عشرة ليس 30 يوم لكن 20 مثلا فلذلك ماذا كل في كل الصلاة هذا على الأقل على نصف الجزء في كل الصلاة فلذلك هناك إشاء مغرب إشاء الصبح على الفجر على كل يوم جزء واحد ونصف هكذا هذا يمكن هذا يمكن بالدورة هكذا طيب ثم نعود إلى هذا هذا قال فعلتنا عليكم فيما فعلنا
الذي مقبوء هذا موضع ثاني، لكن في الحكم إدّه هذا منسوخ طبعاً، موضع ثاني منسوخ. لأن قد ماذا يستدل بعض الناس هذا بالآية منسوخة في الحكم. هذا وجدته هكذا في طبعاً في خاصة في هذه القضية، قضية العدة نقبر كسان كسكوباسان هكذا. هذا misalnya nafkah di Amerika harus disiapkan sampai satu tahun ke depan misalnya. Ma'a hadil ayah fil hukam mansukh. Ya. Lakin fit tilawah lah. Maka fi bi ba'as nas